أنا تشرفت اليوم بحمل رسالة خطية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم سلطان عمان إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. نقلت فيها تحيات جلالة السلطان لفخامته وتمنياته الطيبة له وللشعب الجزائري الشقيق بدوام النماء والازدهار والرخاء. وحملني فخامته أيضا تحياته الشخصية إلى جلالة السلطان هيثم وتمنياته الطيبة له وللشعب العماني. وتأكيد فخامته على العلاقات العمانية الجزائرية ونمائها في مختلف المجالات التي نعمل عليها في إطار اللجنة المشتركة وفي إطار المشاورات المستمرة والمتبادلة بين البلدين، ونتطلع إن شاء الله إلى مزيد من النماء لهذه العلاقات والازدهار بما يعود بالمنفعة وبالمصلحة المتبادلة والمشتركة بين الشعبين. أنا سعيد أن أكون هنا اليوم في الجزائر، وتطلع إلى الزيارة المقبلة إن شاء الله لترأس الجانب العماني في اللجنة العمانية الجزائرية المشتركة، وهناك الكثير إن شاء الله الذي يبشر بمزيد من الخير والنماء لهذه العلاقات. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.